تجميع البذور يتم وضعها في غرفة التبريد أو في وحدة التبريد سالب 20 لمدة 72 ساعة للحصول على عملية تعقيم البذور. عملية التعقيم دي من ضمن فوائدها خلصنا من الحشرات، البيض بتاع الحشرات بتعمل له عملية إعدام، ودي من ضمن العمليات الآمنة لتعقيم البذور للتخلص من الحشرات ومسبباتها. تبدأ عملية تجفيف بذور نبات السلم أكاشيا هيمبرجيانا في غرف التجفيف العادية. بعد مرحلة التجفيف الأولية يتم عملية هرس للبذور للقرون بالكامل لاستخراج البذور والحصول على بذور نقية بدرجة عالية. بعد عملية طحن البذور، طحناها بشكل يدوي أو بقطع مطاطي عشان ما نأثرش على البذرة، بنحط أو نضع البذور بالثمرة كاملة داخل جهاز الهزاز، ونقوم بعملية الغربلة. نغلق الجهاز أولا، التنقية النهائية للبذور عشان نحصل على أكثر نقاوة للبذرة. طبعا نفضل النقاوة تتعدى ل 85% علشان أقدر أحفظ البذور في البنك الوراثي. دي بتعتمد على عملية ضخ الهواء من داخل البذور في الغرفة دي. الشوائب بتطلع وتتجمع في الإناء العلوي والبذور بتبقى عاليين أو العكس حسب الوزن بتاع البذور. زي ما احنا شايفين هتبدأ الشوائب، كل ما بزود فتحة الكهوية هتزيد عندي خروج الشوائب. دلوقتي بعد ما تم تخلص من الشوائب تماما، لو شايفين جوه العبوه دي زي ما احنا شايفين، ده اصبحت البذور نقيه بنسبه عاليه جدا. ممكن يكون فيها بعض الشوائب متبقيه، ودي بتكون بتتساوى مع البذره في